السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد وبلوج جديد. الوصفه ديالنا ديال اليوم هي غادي نديروا الكتف محمر في الفران. غادي نحتاج له عندي هنايا كتف اللي تيوزن كيلو ونص، تما كيف ما تشوفوا ديال، وعندي هنايا العطريه، عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال سكينجبير، والراس معلقه ديال الابزار، وشويه ديال السودانيه على حسب الاختيار، ونص وراس معلقه ديال الثومه غبره الطريه ما ديروش، ديروا الغبره، نص كنور غير نص، ومعلقه صغيره ديال الملحه، ورق سيدنا موسى. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الصوجا، لاصوص صوجا، عندي معلقه كبيره ديال المعدنوس يابس، وعندي هنايا البصله يابسه اللي انا طحنتها، عندي جوج ديال النوع ديال البصله يابسه، عندي هذا النوع هذا تنخلطها هكا دايره بحال هكا تتكون المذاق جايه ديال هاد الحلاوه، يعني مقليه مصوبه هاد الحلاوه، تيستعملوها في دايره بحال الشكل ديال لي شيبس هادي هكا. وعندي هاد النوع ديال البصله هكا نوريها لكم باش تفهموا علاش تنهضر، بصلة دايره بحال هكا. خلطتهم بجوج بيهم، درت معلقه معلقه كبار وطحنتهم باش غادي نصوب هذا، غادي نخوي هاد العطريه كلها هنايا على طريقه سيدنا موسى حتى للتالي. هاد البصله بهاد الطريقه هكا تتعطيه واحد المذاق زوين الكتف، هي تتبقى يعني هذا اختياريه، حتى الا ما متوفراش بلا ما ديروها غادي تاخذوا غير الا لقيتوا الغبره ديال البصله او لا اي نوع ديال البصله هكا زعما داير غتستعملوه ديروه، ماشي بالضروره يكون هاد الانواع اللي ورثتكم ديال البصله وبلاش كاع. المهم الا الضروري سي العطريه، الملحه، المعدنوس، يا معدنوس الا عندكم طري ديروا طري شويه، هو اليابس تيجي حسن، ولاصوص صويا غنخلطهم بشويه ديال الماء. بحال هكا انا جاني الخرقوم فيه ناقص شويه، غنزيد واحد تقريبا راس ديال المعلقه ديال الخرقوم، درت وجهد واحد 3 ديال المعلقات كبار ديال الماء باش تخلط لي هاد الطماره هكا، غندير لها واحد الخويط ديال الزيت، معلقه الزيت ما تكتروش، ما تنساوش بلي اللحم تيكون ميدم يعني مشحم. غنقبض هاد الكتف وغنبدا ندير فيه حليلات، غنبدا نفتحو هكا اولا تسكوه بالموس، يعني تقدروا تسكوه غير بحال هكا تديروا فيه سكيكه حتى باش تدخل داك لاصوص، راه تدخل مزيان. صافي نتاكدوا بلي حنايا حلينو مزيان، انا دائما لاصوص تندوقها قبل ما تدير لها اي حاجه، تندوق لاصوص ضروري. هنا جاتني ناقصه شويه الملحه، زدت الراس ديال المعلقه ديال الملح،
هكا. غادي ناخذ الحيمه ديالي هنايا، غنحاول نبدا ندخل لاصوص داك الفتيحات اللي درت بالموس. نحاول نبرك بصبعاني على داك الفتيحات اللي درت باش انني ندخل فيهم لاصوص بحال هكا. حاولوا تنتبهوا انكم تكون عندكم الشرملة هاد الكتف من كاع الجوانب، يعني ديروا لها الشرمولة مزيان. وانا تنأكد على هاد اللحم خاصو يبات في الثلاجة ضروري الا بغيتوه يشرب لكم مزيان. من بعد الا كنا مزروبين نقدروا نديروه يتشرمل واحد 3 ساعات، نخليوه يعني ما يقل من 3 ساعات. الصراحه تيجيني انا اللحم ما تيكونش شرب مزيان، يعني ما تيبقى باسل واخا تيطيب في هذيك المرقه، تيبقى باسل ما تيشربش، ما تيجي ناقص. ها هو دابا غنديروا له هاد، درت فوق منه هاد الوريقات، رميتهم عليه. غادي نغلفوه مزيان باش ما يشربناش الريحه ديال الثلاجه. كما تعرفوا اللحم خاصو يكون محافظ مزيان، مغلف مزيان هكا باش ما يشربش الريحه ديال الثلاجه. انا غادي نخليه يبات لي في الثلاجه، لهض ليه عاد غادي نديرو يطيب في الفران. هكا صافي، دابا الشرميله ديالو راه هي هكاك، و حتى لهض ليه ونكملو الوصفه مع بعضياتنا. وانتم دابا كيف ما تشوفوا اللحم من بعد ما بات لي انا في الثلاجه، شرب شرموله مزيان هكا. هكا من بعد انا وجدت له هذا لي بابي، هاد الوراق ديال كويسون ديال الطياب في الفران، وغادي نديرهم فيه وندخلو الفران. و داك التدبيله هاد الشرميله تكون دخلت فيه مزيان من بعد ما كنشرملوه كنخليوه. من الاحسن انكم تشرملوه نهار قبل، تيشي الا كانت عندكم عراضه ولا لا. حنا دائما تيكون عندنا الوقت نكونوا دايرين بحسابنا شنو غادي نديرو، عارفين شنو غنديرو. تنشرملوه نخليوه في الثلاجه، ديرو في البلاصه اللي تتبرد لكم مزيان، يعني كاينه الثلاجه اللي تتبرد مزيان من الفوق وكاينه اللي تتبرد مزيان من الجهه التحتانيه. باغا ديروه وتخليوه تما تيبات، تيشرب شرموله حسن، تيجي مزوين في المذاق، تيجي ماشي داك الشرموله غير طيب فيها يعني من الفوق، تيجي حتى تجي داخله له. هذوك الفتحات اللي درت انتما كيف ما تشوفوا دخلت فيهم مزيان شرموله. الماء انا ما غاديش ندير فيه الماء، غير هاد الثمن جوج معالق ديال الماء اللي نشلل بهم هاد الخطير من داك الشرميله اللي بقات لاصقه فيه. غنديرهم حتى لتيش ما يعرقوليش، وغادي نبدا نسد عليه بحال هكا. غادي نحاول نديرو غير على وحده ونشوف الا تجمعو لي غير وحده احسن.
غادي نديرو على وحده هكا، نحاول هاد الجناب نطلعها من هنا مزيان. المهم خصكم انكم تغلفوه مزيان باش ما يخرجش منو داك لاصوص ديالو، داكشي ما يخرجش منو كاع. الفران انا شعلته له في الاول على شعله على 200 درجه الحراره، غادي خليته يسخن مزيان. من بعد غادي ندير هذا في داك 200 درجه الحراره، غنخليه غير لما نحس به من الداخل يعني سخن صافي غيبدا يطيب. دخلوا السخونيه وصافي، راكم عارفين اللحم حتى تكون بارده تتاخذ الوقت باش تبدا تطيب. وغنقصلو غنهبطلو غنخليه في 180 درجة الحرارة ونخليه تيطيب على خاطرو هكا، تيطيب مزيان ما تخليوهش مجهد باش ما يتحرق لكمش. تيطيب مزيان تيجي بحال الشكل ديال اللحم مشوي، وهو في نفس الوقت طايب من الداخل الداخله له الطياب طايب مزيان. غتشوفوه معايا من بعد ما غادي يطيب. وانا دابا غننتقل انا باش نكمل الوصفة ديالي ونخليوه هذا في الفران تيطيب على خاطرو. كل ما كانت العافيه مهيله كل ما طاب على خاطر. وغنقول لكم شحال خدات معايا ديال الوقت من بعد في الفران. ودابا نكملوا التتمه ديال الوصفه. يلا انا عزلت انا نديرو بالخضره هذا النهار اللحم، غادي نرافقوا بهذه الخضره اللي عندي هنايا سميتو قرعه مقطعه على هذا الشكل هكا. عندي هنايا خيزو حتى هو اللي قطعته هكا. انا عندي واحد الطريقه ديال القرعه وخيزو، دائما فاش نقطعو تندير لهم شويه ديال الملحه وتخليهم فيهم واحد شويه منها تيدبالوا شويه ومنها تيشربوا تيجيو تيلدادوا. منين تيشربوا الملحه منين تنديرهم يتفوروا تيلدادوا. انا تنفضل انني نفور الخضره باش ما تتفقدش كاع الفيتامينات ديالها. ملي تنسلقوها في الماء ما تيمشي كلشي في الماء، مي ملي تتفور تتجي حسن. الاحسن انكم تفوروا الخضره دائما. عندي هنايا البروكولي ولاريكو، غادي نبداو دابا غادي ندير لاريكو. انا تندير لاريكو بلا ما تندير لها حتى شي حاجه، لحقاش من بعد منين تنفورها عاد تندير لها شويه ديال العطريه وتنديرها سوطي شويه في المقله. خيزو حتى هو غادي نديرو غير هكا معاها حتى هو تيبغي الطياب. البروكولي البروكولي دايما غنرشو بشويه ديال الملحه. نحاولو غير هاد الكراك نجمدوه هكا باش يبقى لنا مجمد. وغنجيو لهنا ونديرو فتيحات إما العواد ديال السنان هكا،
كله كنثقبو. انا تنقدر ندير هذه الطريقه، هو تقدروا ديروا البروكولي نيشان مع الخضره تما، غير هو البروكولي تيتعجن صافي، غير تيبدا يطيب هذوك الراس ديالو تيتعجن شويه، داكشي علاش ملي تديروا هكا تحافظوا عليه هكا كتبقى لكم صحيح. وغنديروه هنايا، هكا في كسكاس واحد تندير كلشي، ما تنحتاجش نطيب ونتسنى الحاجه طيب وعاد ندير الاخرى، ما عنديش كميه كثيره ديال الخضره من كل حاجه، نقدر ندير كلشي هكا. ها هما تيجيو هكا، القرعه ما تتاخذش طياب بزاف، نزيدها حتى يبداو يطيبوا، يبدا يدخل لهم الطياب، عاد نزيد القرعه. هنايا عندي البصله، البصله انا غادي نقليها، غنديرها بحال اللي معسله غير بمليحه وشويه ديال الابزار، غنديرها بحال اللي معسله غير نحطها فوق اللحم، يعني ما غاديش ندير لها السكر، انا ما ندخلش فيها السكر، غنخليها هكا كنعسلها. تقدروا تزيدوا لها معلقه واحده ديال السكر من بلا، خليوها ما تحليوهاش، يعني خليوها هكا غير فوق اللحم غادي نحطوها. والخضيره غادي نديرها دابا تفور، على ما تفور لي داك الساعات منين تفور عاد غادي كل خضره غادي نديرها سوتي بوحدها ونقليها بوحدها، وداك الساعات نتلاقاو اللحم راه تيطيب في الفران، داك الساعات نشوفوا التتمة ديال الوصفه. هنايا دابا عندنا هاد البصيله هادي، غادي نكملو دابا نكملو البصيله، غنديروها تشحر، غندير هنايا واحد جهد جوج معلقات ديال الزيت، بلديه ولا روميه ما تفرقش، حيت ما غاديش نحلسلوها يعني بالزبيب وداكشي، نقدر ندير البلديه. وغنديرها تقلى فوق البوطه دبل على ما طيب، نخليها تحمر شويه وصافي. البصله ديالنا هي واجده هادي، ندير لها الملحه، ما نضيفهاش في الاول الملحه حتى تتقلى وتبدا تحمر، عاد ندير لها الملحه غير باش ما لحقاش الملحه تنديروها من الاول، البصله تتكرز ما تجيش دايبه في الفم، غنتسناو عليها حتى طيب ونهدا. والبصله انا ملي تتكون عندي كميه كثيره، ملي تتكون كميه كثيره تنفورها، يعني هكا ملي تنكونو نعسل كميه كثيره غادي نعسل اكثر من هذا الشيء ديال البصله، محتاجه معسل بالبرقوق وداكشي بالزبيب، حولي تنفورها في الكسكاس، تتفور لي حسن تطيب دغيا وعاد ديك الساعات تنعسلها. غنديرها دابا هذه التقلة هنايا من بعد ما الخضره تفورت، ها هي هذه كيف تتشوفوها، بقات معزوله كل وحده بوحدها، غيز بوحدو كل حاجه، البروكولي بوحديته كل حاجه بوحديتها. غنبدا بلاغيكو، ندير له معلقه ديال الزيت، شويه ديال المعدنوس، غندير واحد المعلقه ديال لاصوص صويا، انا تندير عيني ميزاني راس المعلقه ديال الابزار، راس المعلقه، واللي بغى هاد السودانيه هادي، هادي على حسب الذوق، تقدروا تكثروا منها ديروا منها نص معلقه اولا راس المعلقه، انا غندير غير رويس المعلقه غير شويه غير نقسم بها. والثومه هبره حتى هي واحد رويس المعلقه، وتقدروا تستعملوا في هاد الثومه هبره، هي غير محيت على داك الجهد ما تجيش مجهده بزاف، تقدروا تستعملوا في بلاصتها هذه. الثومه طريه، عندي كنور ديال الدجاج ولي ما كنتش حطيتو، غدير غير النص ديالو نتوما كيف تشوفوا، حيت هذه غير على حساب لاغيكو. رويس المعلقه ديال الملح، غير رويس المعلقه، لحقاش راحنا دايرين
لاصو الصويا ودايروا الصوجا ودايرين معها كنور. غادي نديرها فوق البطة تشحر لي واحد شويه وغادي ندير عليها هاد لاريكو. ها هي ديال هنايا من بعد ما لاصوص تشحرت لي. الدون ما تخليهاش تحرق. غادي ندير هاد لاريكو هنايا بسم الله. معليش الا استعملنا يدينا راه مشكل. هانتوما تتخلطوا وهي تدخل في هذاك المكونات حتى تجي لذيذه. داك لاصوص وكنور تيلددوها. وهانتوما كيف ما تتشوفوا من بعد ما تتكون تفورت تتبقى ما تجيش معجونه وطايبه من هذا، تتجي هكا مزيانه مفروزه، تتبقى مفروزه كل حبه بوحدها. صافي غنخليها تتقلى غير واحد الشويه، ما غاديش نخليها طيب بزاف، غير لما تتشرب شويه داك هذا وصافي تنزولها باش ما تعجنش. ولي شحرت غنديرو في كاس هكا. هاد العمليه هادي ما ديروها حتى صافي تكونوا غادي تحطاش الخضره حتى تكون مفوره طايبه، ما ماشي حتى الخضره اساسا غنطيبوها غير باش تشرب شويه. تنديروا لها العطريه يعني تنسموها، تندير معلقه هنايا باش ندير خيزو، معلقه ديال الزيت، راس معلقه ديال الثومه، خبره خيزو ما ديرولوش الثومه طريه لحقاش مجهده شويه. غندير له حتى هو معلقه ديال لاصوص، معلقه متوسطه، شويه الملحه، نطري الحال شويه ديال المعدنوس. نزيدو له راس معلقه ديال الابزار، غنكتفيو بها هكا. غنديروها تقلى شويه وكيف قلت لكم العمليه ما نديروها حتى صافي تكونوا غتحطوا فوق، غتبداو تزوقوا تحطوا اللحم ديالكم. من بعد ما تشحرت لنا لاصوص ديال اللي درتها عاوتاني نفس الطريقه تديرو ليهم كاملين. تقدروا ديروا لاصوص في خضره وتفرقوها وتصوبوا داك الساعات كل حاجه بوحديتها، يعني صافي ديروا ديروا معلقه ديال الابزار، كنور واحد، كنور مكمول، ومعلقه كبيره ديال لاصوص، و معلقه صغيره ديال الثومه غبره، جوج معالق د المعدنوس، والملحه غديروا معلقه صغيره ديال الملحه يعني مع مراش غير صغيره. الزيت غديروا 3 ديال 4 ديال المعالق ديال الزيت، ومن بعد غتفرقوهم على حسب الخضره اللي عندكم. يعني انا دابا دايره 3 ديال الشكل الخضره، 4 شكل الخضره، غنفرقهم على 3 لحقاش البروكولي ما تيجيش معاه هذا المذاق هذا ديال داك العطريه. البروكولي غتشحر غير بشويه ديال الزيت والملحه والابزار صافي. ومام الا خليتوه هكا على طبيعته تيجي مزيان، الا كنتم مفورينه بالملحه تيجي مزيان، ما تيخصو تزيدوا له حتى شي حاجه. يعني هاد العطريه هادي انا درتها غير الخيزو ودرتها لاريكو والقرعه صافي. خيزو معايا غادي نخلطو في هاد العطريه هكا، من بعد غادي نديه غير ندوزو فوق العافيه شويه، نسهدو شويه وصافي. وهنا كملت الخضيره ديالي،
نتلاقاو من بعد باش نرافقوها. القرعه غندير لها نفس الطريقه اللي درت لاليكو ولا خيزو، ونتلاقاو من بعد التزيين ديال الطبسيل ديالنا. ها هو داك الكتف ديالنا من بعد ما وجد، استفتح داك الخضيره اللي قليت قبيله ودرت عليه داك البصيله اللي حمرت هنايا. ونتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. بالصحه والراحه، تلاقاو في وصفه جديده.